أهلا بكم من جديد. نظرية دعم هوليوود للسياسة الأمريكية تعود إلى الواجهة مع فيلم لبن أفليك الجديد أرجو. نستعرض أهم وأبرز الأفلام التي مررت رسائل سياسية لخدمة المصلحة الأمريكية العامة مع الزميل طبعا خالد مجذوب المتخصص في النقد السينمائي. صباح الخير. صباح النور خالد. صباح الخير. طيب فيلم أرجو أو بلاش أرجو. We want to argue. أيوة we want إن شاء الله. فيلم أرجو يعني بيتكلم على مرحلة معينة احتجاز الرهائن طبعا الأمريكي. عام 1979 بعد الثورة الإسلامية في إيران تم الهجوم على السفارة الأمريكية واحتجاز بعض الرهائن. هرب 6 من الموظفين في السفارة واختبأوا عند السفير الكندي في منزل السفير الكندي في إيران. فكانت CIA طبعا تحت ضغوط كبيرة لإخراجه. أيه. طب نحن متعودين دائما أنه الأمريكان يعني هم الأبطال بيكونوا أيوة في طبعاً. الأفلام وأكيد حيكونوا أبطال في هذا الفيلم، بس كيف كمان ممكن يغير فكرة الناس عن إيران؟ نعم. مثلا نعم. شوفي سؤال مهم. اليوم السينما لا شك نحن وتطرقنا إلى هذا الموضوع سابقا بصباح العربية. اليوم السينما ليست فقط أداة للترفيه، هي أداة مهمة جدا، سلاح خطير يستخدم لتمرير رسائل معينة، لتمرير أجندات سياسية معينة، لنشر أيديولوجيات خاصة ببعض الدول وبعض الثقافات وإلى ما هنالك. بيد الملفت بالموضوع بأنه الجمهور غالبا ما يكون غير مدرك غير واعي بأنه هو يتعرض لنوع من ما بدنا نقول غسيل دماغ وإلا لنوع من التأثير، لا يدرك بأنه هو في رسائل تمرر عبر هذا الفيلم أو ذاك. هذه الرسائل تدعم أيديولوجيات معينة، تدعم أفكار معينة، تمرر رسائل مهمة لتدعم سياسات لدول كبيرة. المشاهد العادي ما بيعرف هذا الشيء، وإنما نجده يخرج من الفيلم متأثرا ومتطبعا بما أرادوا له أن يتأثر به. هلأ طبعا من زمان هوليوود تستخدم، خلينا نقول بالأحرى من زمان واشنطن تستخدم هوليوود كأداة فعالة جدا وسلاح فعال جدا لتمرير رسائلها يلي بتحب تمرقها بالسياسة الخارجية. أرجو واحد من هول الأفلام. اليوم إذا نظرنا إلى المجتمع الأمريكي في حالة من اللا استقرار، في حالة من إذا بدك الغموض، بعده المود العام، الجو العام محبط بعد الأزمة الاقتصادية. شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي محبط بسبب هزيمة ميت رومني، الجمهوريين كثر. اليوم بحاجة الشعب الأمريكي إلى أن نذكره ببطولات دولته العظمى، بحاجة اليوم المود العام إلى ليفتنج، ينعمل له ليفتنج. أيوة. يعني فضروري ينزل هذا الفيلم بهذا التوقيت يعني تذكير الشعب الأمريكي بالقيم والمفاهيم والمثل التي تمثلها هذه الدولة الكبرى، ليذكروا بأنه دولتك بعد الدولة العظمى الكبيرة والوحيدة في العالم. طيب بهيك حالي يعني لما بدهم يمرروا رسائل بيكون المعني فيها أكثر هو المشاهد الأمريكي، ولا أيضا بياخذوا بعين الاعتبار المشاهد غير الأمريكي أيضا؟ هلأ طبعا يؤخذ بعين الاعتبار المشاهد ككل، إنما بالدرجة الأولى المعني هو المشاهد الأمريكي طبعا. هني عم بمرقوا values العلاقة بي يعني بالقيم التي تخص مجتمعهم هني، ثقافتهم هني. فهذه القيم عليها أن تبث مباشرة ل أيوة. المشاهد الأمريكي بالدرجة الأولى. صحيح. والخطير في الموضوع يمكن أنه طبعا الشعب الأمريكي أو كثير منه ما يعرف شيء عن إيران، فهو هو ما بيعرف وين بلده موجودة على خريطة العالم. يعني شريحة كبيرة طبعاً منهم. أيوة بالضبط. فلما يشوفوا هذا الشيء إنما كيف بالشيء اسمه. طيب سبايدر مان بال2002 كان جدا جدا مهم. التوقيت كان ضروري جدا. سبايدر مان اليوم إذا بدنا نقول المارفل كوميكس، طبعا كلنا بنعرف المارفل كوميكس الأبطال الخارقين يلي ابتدعتهم مارفل، واليوم هني مش بس بوكس اوفيس سكسس انما سكسس حول العالم. طبعا البطل الخارق الذي يمثل امريكا بكل قيمها بكل يعني مثلها، امريكا البطلة التي تحارب ضد الظلم والى ما هنالك، هو سوبرمان. طبعا سوبرمان هو امريكا، انما سبايدر مان كمان بطل خارق مهم جدا يمثل فاليوز وقيم ومثل. طب ايش التوقيت مهم لا
لأنه 2002 كانت أمريكا بأسوأ حالة نفسية مرأتها بتاريخها الحديث بعد أحداث 11 من سبتمبر. الأمريكان كانت ثقتهم بنفسهم جدا معدومة، كان في إحباط غير عادي بشكل عام، وكان الخطاب مباشر بسبايدر مان. يعني بأحد المشاهد يهجم سبايدر مان على العدو الذي يريد تدمير مدينة نيويورك، فيهب إلى نجدته سكان نيويورك ويقولون بخطاب مباشر: نحن نيويوركرز لا نسمح لأحد بأن يتعدى. فشت خلق فينا نقول، لأنه كان المود العام جدا محبط، الهجمات كانت سيئة جدا طبعا، المزاج كان مؤثر، وكانوا بحاجة للدفاع عن أنفسهم حتى ولو فيكشنلي، حتى ولو من خلال فيلم فيكشنال سينما، إنما يذكرهم بأنه هناك من someone's got your back، هناك من يحمي وجد ليحمي ظهرك. بس خالد، السؤال هو هل بتجيهم يعني زي ما نحن متعودين بالعالم العربي أنه توجيهات عليا اعملوا كده، أو بيصير الموضوع شيء مسؤولية شخصية؟ كنت عم بتناقش بالموضوع مع صديق لإلي كان بأمريكا، فطبعا خبرني شغلة جميلة جدا ومهمة جدا، وهي بأنه صناعة الفيلم ترتكز على ثلاث إذا بدنا نقول مدن مهمة. واشنطن هي التي تقرر المضمون الكونتنت، خصوصا إذا بدها تمرر رسائل. نيويورك هي التي تأتي بالمال، لأنه وول ستريت بنيويورك والذا جويش لوبي كله بعظمته بنيويورك، وهوليوود هي التي تنفذ. فطبعا دون شك هناك تدخل سياسي إداري إذا بدك، طبعا إذا أرادوا يعني. طيب. The Dark Knight. والعربي ينبهر. بتفرج. مش بس العربي ينبهر، العالم كله ينبهر. أنا عارف، أنا أقصد يعني أنه نتحدث عنك خصوصا عربي. نحن بلا ما نحكي بالسينما، نحن مش أيوة خلينا نقول على باتمان. The Dark Knight. The Dark Knight مهم جدا ورسائله مهمة جدا. ليش؟ لأنه كانت بذروة حرب جورج بوش الشعواء ضد الإرهاب، The War on Terror، وطبعا هذه الحرب اللي كلفت المجتمع الأمريكي غاليا جدا. The Dark Knight اليوم، باتمان بي The Dark Knight يمثل CIA بكل سطوته، بكل جبروته، بكل، حتى في أحد المشاهد يعني كمان خطاب مباشر، يذهب إلى بلد آخر غير عابئا بقوانينه بالبروتوكولات تبعه ويأخذ رهينة يريدها ويخرج من البلد بشكل غير قانوني بتاتا. هذا ما كانت تفعله CIA خلال الحرب على الإرهاب تحت إدارة جورج دبليو بوش، وأراد هذا الفيلم أن ينتقد هذه الإدارة بشكل مباشر وصريح وعلني ووقح. وهون أهمية أمريكا، love her or hate her، بس أمريكا في مساحة من الحرية تسمح لك بأن تتحدث حتى عن السلبيات وليس فقط الإيجابيات، وتستطيع ذلك، أي الدستور يحمي. آخر شيء سريعا، طب هن كتار بعد، بس سو 6 مثلا، من يدري بانه سو 6 سو الفيلم الرعب يلي كله سفك دماء والى ما هنالك قاتل معتوه و بسو 6 تحديدا كانوا عم يحكوا باحد المشاهد بطريقه مباشره، حكوا انتقدوا وزاره الصحه الامريكيه وخصوصا التامين، مساله التامين الصحي والفساد الذي ينتشر في الكونغرس الامريكي حول مساله التامين الصحي، حين خاطبوا هذا الموضوع وناقشوه بشكل مباشر. فإذا يعني اليوم ما مهم مضمون الفيلم وماهية الفيلم، أيوة. طالما أنت قادر أن تستخدم هذه القصة أو تلك لتمرير رسائل معينة تريد أنت من خلالها to make a point يعني. أيوة. وهون أهمية السينما كسلاح. وشكرا، سلاح عبر للقارات في الواقع. شكرا لوجودك معنا زميلنا خالد مجدوب، وإن شاء الله بجدد لقاءنا الأسبوع المقبل. شكرا.